بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح الدرس الثاني في مادة التربية الدينية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي، وعنوان الدرس تطهرهم وتزكيهم. عند مدخل الحقل جعل الحاج عبد الرحمن القمح كومتين. قال له عبد الله: لماذا لم تجعل القمح يا أبي كومة واحدة؟ عبد الله ده ابن الحاج مين؟ عبد الرحمن. سأل أباه: لماذا لم تجعل القمح يا أبي كومة واحدة؟ لأنه رأى القمح كومتين. قال: الكومة الأولى يا بني هي حقنا، والثانية هي حق الله في زرعنا، وهي زكاة الزرع. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. سورة الأنعام، جزء من الآية 141، يعني ليست الآية كاملة. آتوا حقه، المعنى أو المراد هنا أدوا زكاته المفروضة يوم حصاده. فالزكاة هي ما نخرجه للفقراء، وهي حقهم سواء أكانت مالا أم زرعا أم غير ذلك. وهل الزكاة فرض؟ يسأل عبد الله: وهل الزكاة فرض لا بد أن يؤديها كل مسلم قادر؟ نعم، هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض على كل مسلم قادر، وهي تطهر المال وتزيده. يقول الله تعالى: يبقى الزكاة فرض وليست هبة ولا هدية من الغني، لا، إنما هي فرض لابد أن يؤديها كل مسلم قادر. ثانيا، هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض على كل مسلم قادر، وهي كمان وهي تطهر المال. طيب، تطهر المال ويزيد أم ينقص؟ وتزيده. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. سورة التوبة، جزء من الآية 103. أي خذ أيها الرسول صدقة تنمي أموالهم وتحببهم في فعل الخير. ولمن نخرج الزكاة يا أبي؟ نخرجها لثمانية أصناف من الناس بينهم الله تعالى في قوله. الأصناف التي تخرج لها الزكاة ثمانية أصناف، وهم مذكورين في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. سورة التوبة، الآية 60. وشرح الوالد معنى الآية لابنه عبد الله قائلا: الفقراء والمساكين من هم؟ هم المحتاجون الذين لا يجدون لوازم الحياة الضرورية. يبقى مين الفقراء والمساكين؟ هم المحتاجون الذين لا يجدون لوازم الحياة الضرورية. العاملون عليها من هم؟ هم الذين يجمعون الزكاة من الناس، هم الذين عاملون على أمر الزكاة، فهم يجمعون الزكاة من الناس، لهم الحق في أن تخرج لهم الزكاة. المؤلفة قلوبهم هم الذين نريد تحبيبهم في الإسلام. في الرقاب، جاء الإسلام وكان هناك عبيد يباعون ويشترون، فدعا إلى تحرير الرقاب من الرق، وجعل ذلك من مصارف الزكاة. أما الغارمون فهم المحملون بالديون ولا يستطيعون آداءها، فهؤلاء يأخذون من أموال الزكاة ما يسدد ديونهم في سبيل الله. الذين يجاهدون في سبيل الله للدفاع عن الدين والوطن. ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده. قال عبد الله: معنى هذا يا أبي أنه لا يوجد بعد أداء الزكاة
في المجتمع جائع ولا عار ولا محروم، فينتشر الحب بين الناس ويعيشون جميعا في رضا وأمن وسعادة. وهذا حال المجتمع الذي ينتشر فيه الزكاة، يكون مجتمع يسوده الحب بين الناس ويعيشون جميعا في رضا وأمان وسعادة. قبل التدريبات والأنشطة هناك معلومات إثرائية من أداب الصدقة: إما أن تكون في الخفاء حتى نحفظ للفقير كرامته، فهي في الصدقة وليست الزكاة، الصدقة فهي في الخفاء أفضل. وأما أن تكون في العلن إذا أريد بها الحث عليها والاقتداء بها. أنت عايز واحد مثلا يتصدق، فتصدقت أمامه لكي يتصدق مثله، أن يتجنب إيذاء المتصدق عليه بالقول أو الفعل. تجنب إيذاء المتصدق، لا تمن عليه ولا تعيره. هل تعلم أن صدقة السر في التطوع تفوق صدقة الجهر 70 ضعفا؟ وصدقة الفرض علانيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا. تدريبات وأنشطة. يقول الحق سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمرين في هذه الآية. الأمر الأول أن نأكل من ثمره، قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر. يبقى الأمر الأول أن نأكل من ثمره، والأمر الثاني وآتوا حقه يوم حصاده، أي أن نخرج زكاة الزرع يوم الحصاد. ما معنى قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه؟ أي حق الله في الزرع، وهي زكاة الزرع. ولماذا قال يوم حصاده؟ لكي يسارع المتصدق إلى إخراج الزكاة بعد الحصاد دون إبقاء. ما أثر الزكاة في كل من معطي الزكاة؟ الذي يعطي الزكاة يطهر الله ماله، وينال رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ويعيش في أمن وسلام. ما أثر الزكاة على آخذ الزكاة؟ الزكاة تسعده وتسد حاجته وتحميه من السرقة والانحراف لسد جوعه. المجتمع المزكي، المجتمع الذي ينتشر فيه الزكاة، ينتشر فيه المحبة والمودة بين الناس، ويعيشون في أمان وسلام. لمن نعطي الزكاة؟ وكيف تنشر الزكاة الأمن بين الناس؟ نعطي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، وهي تنشر الأمن بين الناس. لماذا تنشر الأمن بين الناس؟ لأن الفقراء يحبون الأغنياء، ولا يجدون في نفوسهم كراهية ولا حقد، بل مودة وتعاون، فيأمن الغني على ماله ونفسه، ويأمن الفقير من الجوع والخوف. لماذا جعل الحج صديق القمح في كومتين؟ لأن الكومة الأولى هي حقه، وأما الثانية فهي حق الله في زرعه، هي زكاة الزرع. وأما الثانية فهي حق الله في زرعه، وهي زكاة الزرع. وما المقصود بحق الله في الزرع؟ حق الله في زرعه هي زكاة الزرع. 6. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. الزكاة هي حق أم هبة أم هدية من الأغنياء إلى الفقراء؟ هي حق من الأغنياء إلى الفقراء. الزكاة سنة أم فرض أم مستحبة على كل مسلم قادر؟ هي فرض على كل مسلم قادر. الزكاة مال يؤخذ من المال الأصلي، يا ترى هيزيد ولا ينقص ولا يؤثر ولا فلا يؤثر فيه؟ طبعا يزيد المال فيزيده. صل من العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. 1. العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ يا ترى دول المسافرون المنقطعون عن بلدهم، أم المحتاجون الذين لا يجدون لوازم الحياة الضرورية، أم المحملون بالديون ولا يستطيعون سدادها، أم الذين يجمعون الزكاة من الناس؟ ممتاز، هم الذين يجمعون الزكاة من الناس. طب الغارمون، من هم الغارمون؟ الغارمون هم المحملون بالديون ولا يستطيعون سدادها. يبقى نوصل الغارمون بجيم، 2 بجيم.
الفقراء، الفقراء هم المحتاجون الذين لا يجدون لوازم الحياة الضرورية. ما النتائج التي تعود على المجتمع من إخراج الزكاة؟ ينتشر فيه المحبة والمودة بين الناس ويعيشون في أمان وسلام، لأن الفقير يأمن على نفسه من الجوع، والغني يأمن على نفسه، والغني يأمن على ماله ونفسه. 10. قارن بين مسلم يخرج زكاة ماله ومسلم لا يخرجها من حيث النتائج المترتبة على كل تصرف. المسلم الذي يخرج زكاة ماله يطهر الله ماله وينال رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ويعيش في أمن وسلام، ويحبه الله والناس. أما المسلم الذي لا يخرج زكاة ماله لا يطهر الله ماله وينال غضب من الله وسخط، لأنه ضيع فرض بل ركن من أركان الإسلام، لا يعيش في أمان وسلام، يكرهه الله والناس. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا الدرس. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان كل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.